للمسؤولين عن الرياضه في ابو ظبي. بصراحه التنظيم هايل اللي احنا بنشوفه وبنتابعه يوميا، حد عدى حدود الوصف وعدى حدود الكلام، لان بصراحه انطلاق قناه خاصه لمباراه السوبر ضمن سلسله قنوات ابو ظبي شيء يشكر للمسؤولين في اماره ابو ظبي. الاهتمام الكبير الاعلامي بالمباراه شيء يذكر فيشكر للقائمين على الرياضه في اماره ابو ظبي. التنظيم الرائع، حسن الاستقبال، حسن الضيافه، استقبال الجماهير، تنظيم بيع التذاكر، السلاسة، الأمانة، الاحترام، الرقي، التعامل الحسن، كل ده بيقول إن دايماً إخواننا الإماراتيين بيضربوا أروع الأمثلة وأحلاها في حبهم وعشقهم للمصريين. ونحن نقول لهم والله نبادلكم حباً بحب في الله ونعشقكم في الله ولا نتحمل فيكم شوكة تشتكونها، لأن إذا اشتكى عضو لديكم من ألم تداعى له كل المصريين بالسهر والحمى. فتحية لكل الإمارات وشعب الإمارات وكل حكومة الإمارات مجتمعة، وتحية خاصة لأبو ظبي والقائمين على الرياضة في أبو ظبي وحكومة أبو ظبي، وتحية لحاكم الإمارات أخونا المحترم ومحمد بن زايد الذي نعشقه ونقدره ونحبه بمقدار ما يحب هذا الشعب المصري وما يقدم له هو وإخوانه. عيال زايد وفوا وكفوا في كل وقت وما قصروا معنا أبدا في أي موقف، لهم منا كل التحية ولهم منا كل الاحترام. أصدقائنا في الإمارات سواء في دبي، سواء في أبو ظبي، سواء في رأس الخيمة، سواء في الفجيرة، سواء في العين، في كل إمارة لا نجد منهم إلا الحب، ولا نجد منهم إلا الترهاب، ولا نجد منهم إلا الكرم، ولا نجد منهم إلا سعة الصدر، ولا نجد منهم إلا حسن الضيافة، ولا نجد منهم إلا حسن المعاملة. دايما بيضربوا المثل إن المصري في قلبهم، عشان كده إحنا كمصريين بنقولها بعلو الصوت ولا نخشى في الله لومة لائم، لا نتحمل أي مكروه لدولتنا الإمارات، لأن لا نعتبرها وطن الثاني أبدا، وإنما نعتبر مصر الأم ووطننا الأول مع مصر الإمارات. مصر والإمارات دائما يد واحدة، وفي كل المحافل السياسية، الرياضية، الكروية، الفنية، الثقافية، الدينية، مصر والإمارات في القمة بإذن الله تعالى. تحية من قلبي ومليار بوسة على دماغ كل إماراتي شهم جدع بيحبنا كمصريين، لأن احنا بنشوف الحب في عينيهم وبنشوفه في نظراتهم وبنشوفه في كلامهم، ولكاد نكون نرى قلوبهم الخضراء اليافعة المليئة بالخير التي لا تنظر إلا للمصريين بكل شموخ وكل إباء وكل عزة، ونحن نبادلهم ذلك والله وأكثر. أقسم بالله أنا بعشق الشعب الإماراتي وأحبه في الله حب ليس له وصف وليس له حدود. بإذن الله يوفوا ويكفوا، وأي حد مارق ولا أي عيل غير محترم يقول لك لعب في تذاكر ولا الكلام الفارغ ده قل له تأدب. الإماراتيين لا يعرفون المجاملة ولا يتحدثون إلا بكلمة الحق ولا ينظمون إلا كل شيء طريقه النجاح، لا يعرفون أي معنى للفشل، هم دائما في المقدمة وهم دائما في قمة الهرم، ونتمناهم ذلك على الدوام. تحية لأبو ظبي وتحية لدولة الإمارات، وألتقيكم في لايف جديد.